دلوقتي انا بتكلم على دبلومه الضرايب الفرقه الاولى اللي هي ضريبه القيمه المضافه. النهارده المحاضره النهارده بتاعتنا بتتكلم على ضريبه الجدول، ودي زي ما انا اتفقت معاكم ان القانون قانون الضريبه على القيمه المضافه شمل ضريبتين، ضريبه القيمه المضافه واتكلمنا عليها قبل كده، اتكلمنا على السلع المحليه والسلع المستورده، والنهارده بنتكلم على ضريبه ايه؟ الجدول. ضريبه الجدول دي جاء في جدول مرافق للقانون بيحدد مجموعة من السلع ومجموعة من الخدمات اللي تخضع لضريبة ايه؟ الجدول. وبالتالي اي سلعة او اي خدمة مش موجودة في هذا الجدول اذا لا تخضع لضريبة ايه؟ الجدول. الضريبة ديت بيتحدد قدام كل سلعة او كل خدمة نسبة الضريبة، يعني مثلا 8% أو قيمة الضريبة مثلا على التلفزيونات يقول لك مثلا 50 جنيه على كل بوصة. إذا هي مختلفة حسب السلعة وحسب الخدمة، ودي الأسعار بمحددة في الجدول. الجدول ده لو احنا بصينا عليه هنلاقيه متقسم إلى جزئين، جزء بيتكلم على مجموعة سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط، وثانيا مجموعة سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة. معنى كده ان في تلات احتمالات للسلع والخدمات هيخضعوا لايه، يا اما سلع وخدمات مش موجودة في ضريبة الجدول اذا هي فقط هتخضع لضريبة القيمة المضافة، و احتمال تاني ان اللي موجود في سلع وخدمات موجودة في الجدول وخضع لضريبة الجدول فقط، يبقى دي سلع وخدمات خضع لضريبة الجدول فقط. لو موجودة في ثانيا يبقى هذه السلعة او الخدمة خضع لضريبة الجدول وخضع لضريبة القيمة المضافة. طيب افرض ان انا سلعة خضع لضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة، من يطبق اولا؟ قال لك هتطبق اولا ضريبه الجدول ثم ضريبه القيمه المضافه. هحل عليها تمرين الكلام ده، ان في فاتوره تليفون محمول لاحد العملاء ب 1000 جنيه، معدل ضريبه الجدول على خدمات الاتصالات 8% زي ما هو موجود في الجدول، ومعدل ضريبه القيمه المضافه المفروض بيبقى ثابت 14%. طب قول لي الضريبه المستحقه على الفاتوره. انا قلت دلوقتي في ضريبتين، اذا هيطبق اولا ضريبة الجدول يبقى 1000 جنيه في 8% يطلع 80 جنيه. ال 80 جنيه هتضاف على القيمة يبقى 1000 زائد 80 يطلع 1080، هو ده وعاء ضريبة القيمة المضافة. يبقى ضريبة القيمة المضافة ال 1080 في 14% يطلع 151.2، يبقى اجمالي الضريبه المستحقه اللي هي ضريبه الجدول زائد ضريبه القيمه المضافه 231. نحل التمرين اللي هو قال عليه الدكتور سعيد اللي هو تمرين رقم 9 بالكتاب صفحه 187. دلوقتي دي سلعه مستورده، ضريبه الجدول عند الافراج الجمركي فقط. انا بحسب ايه؟ باخد القيمة عند ميناء الشحن، بضيف عليه جميع المصاريف حتى ميناء الوصول اللي هي القيمة سيف، علشان يبتدي مأمور الضرائب الجمرك يبتدي يحسب الضريبة. طب تعالوا على الحتة دي، قيمة التكييفات كل 120 دولار للتكييف الواحد. انا عندي 10 تكييفات يبقى في 10 السعر الدولار التحويل بتاعه 15 يطلع 18000 جنيه. في عمولة وسمسرة اجنبية 200 دولار في 15 جنيه يطلع 3000 جنيه. في تكلفة شحن 600 دولار في 15 يطلع 9000 جنيه. في تكلفة تأمين الواحد للجهاز الواحد ب 10 دولار في 10 أجهزة في 15 يطلع 1500 جنيه. مقابل التفريغ قال لك على قيمة، فإذا أنا لازم أجمع الأول فيطلع 31500. 31500 دي القيمة لما وصلت على ميناء الوصول.
هنعمل مقابل التفريغ 2% من تلك القيمة يطلع 630. اذا القيمة اللي نازلة اللي هي قيمة سيف اللي هي متخذة لأساس ضريبة الجمارك 32,130. ابتدي احسب ضريبة الجمارك على ال 32,130 اضربها في المعدل اللي مدهولي 25% يطلع 8,032.5. اضيفهم على الايراد اللي قبل كده يطلع وعاء ضريبة الجدول اللي هو 40,162.5 لان انا بطبق ضريبة الجدول اولا. اخد الوعاء دوت اضربه في 8% فيطلع ضريبة الجدول 3,213. اضيفها على اللي فات فيطلع عبارة عن 43,375.5. ده وعاء ضريبة القيمة المضافة اللي هيتضرب في سعر ضريبة القيمة المضافة هيطلع 6,072.5. اذا لما اضيفه يبقى اجمالي المبلغ كله 49,448. المحاضرة اللي بعد كده محاضرة جديدة اللي هي الخدمات. الخدمات المجانية للعاملين بالفنادق والمناطق المطاعم السياحية هل تخضع للضريبة ولا لا؟ طبقا للقانون قال لك هتخضع الخدمات المجانية دي للضريبة بس على اساس القيمة السوقية لتلك الخدمة. طب بصوا كده معايا تمرين. انا بقول لك قام احد الفنادق السياحية بتقديم خدمة مجانية للعاملين التكلفة بتاعتها 35,000 والقيمة السوقية 40,000. انا باخد على اساس القيمة السوقية يعني 40,000 يبقى الضريبة 40,000 القيمة السوقية في 14% يطلع 5,600. هتكلم بقى دلوقتي على تمرين رقم 10 في الكتاب زي ما الدكتور سعيد كان مدهولنا صفحة 187 بيتكلم على الخدمات. احد الفنادق عنده نزلاء وعنده رواد بيقولوا وعنده خدمات مجانية للعاملين. اشوف ازاي انا بحسب الضريبة. لو بصيت على التمرين ابتدى يقول لك ان في هنا ايرادات حصل عليها 300,000 جنيه. تفاصيلها كالاتي: 250,000 جنيه قيمة خدمات للنزلاء. وبعدين راح بيقول لي تحت هنا في المعلومات ان الفندق بيضيف 12% خدمة وفي خصم للنزلاء 5,000 جنيه. اذا اول حاجة انا هاجي اقول ايه هو قيمة الخدمات لهم 250,000، هنشيل منهم خصم هو قال عليه 5,000 يبقى صافي القيمة 245. ال 245 عليهم 12% خدمة ب 29,400. اذا وعاء ضريبة القيمة المضافة اللي هو هيبقى 274,400. اذا ضريبة القيمة المضافة اللي على النزلاء عبارة عن 274,400 في 14% يطلع 38,416. لو جمعت اللي رقمين على بعض يطلع ما يتحمله النزلاء اللي هو قيمة الفاتورة زائد الضريبة يعني 312,816. بقى ليه رواد الفندق؟ خلي بالك ان رواد الفندق هنا يعني اللي هم مش نزلاء بقى. في ناس بتبقى قاعدة بيبقى في مقابل خدمة 12% تضاف، وفي ناس تكاوي، فالتكاوي دوت ما بقالهوش مقابل ايه خدمة. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان هنا في 50,000 جنيه قيمة خدمات لرواد الفندق، منها 15,000 وجبات تكاوي و25,000 قيمة ايه حفلات. فأنا باجي بقول هنا ان قيمة الحفلات قيمة الحفلات لا 35,000 قيمة مش 25 لان هم 50، فهنا 15 تيك اواي يبقى 35 قيمة الحفلات.
فأنا بقول قيمة الحفلات 35,000، بضيف عليها 12% خدمة على 35، يطلع 4,200، يبقى إجمالي قيمة الحفلات 39,200. أضيف عليهم التكاوي بدون مقابل خدمة 15,000 جنيه على طول، يبقى وعاء ضريبة القيمة المضافة 54,200. إذن الضريبة على الرواد اللي هي 54,200 في 14% يطلع 7,588، يبقى ما يتحمله الرواد اللي هي قيمة الفاتورة زائد الضريبة 61,788. بيقول لي ان بلغ قيمة الخدمات المجانية اللي قدمت للعاملين بالفندق 12,000 جنيه، فده يبقى تالت حاجة. فبنقول الخدمات المجانية للعاملين بالفنادق السياحية تخضع للضريبة، على اساس ان بيقول لك ده يعتبر في حكم البيع، الاستعمال الشخصي او الاستخدام الخاص او اي تصرف قانوني. فاذا معنى كده ان هذه الخدمات هتخضع بالقيمة السوقية اللي هي 12,000، ف14% يطلع 1,680. معنى كده قيمة الضريبة المستحقة عن شهر يوليو هي 3 أقسام، جزء على النزلاء واجيبه من جزء النزلاء 38,416، جزء ضريبة على الرواد اللي هي 7,588، جزء على الخدمات المجانية 1,680. إذن الضريبة في هذا الشهر 47,684.